صباح الخير مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامج هذا الصباح. يعني عندنا موضوعات جديدة ومتجددة زي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما. أكيد الدولة بتهتم بالمبتكرين والمبدعين وما أكثرهم داخل المجتمع المصري في الحقيقة، وبالتالي هناك جهود مستمرة من الدولة لتوفير الدعم لهؤلاء المبتكرين والنوابغ في مختلف المجالات والعمل على تنمية هذه المواهب يعني بمختلف السبل في الحقيقة. في اليوم العالمي لمهارات الشباب هنتكلم عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لرعاية أبنائها من المبتكرين والنوابغ. عندنا موضوع آخر وهو يعني فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن هنتكلم عن جزء معين وهو الحضور أو المشاركة للمملكة العربية السعودية في هذا الأمر، وهناك يعني مشاركة متميزة للكتاب والرواية السعودية في الحقيقة في ظل الفعاليات والأنشطة المستمرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. يعني وهناك إقبال أيضا على المشاركة في هذا المعرض والتعرف على كل جديد من الإصدارات المختلفة. عندنا فقرتنا السبت اللي احنا متعودين عليها دايما، ايضا عندنا فقرتنا الرياضيه، فقرتنا الاقتصاديه، قراءه في صاحبه الجلاله لاهم الموضوعات والعناوين اللي بتطلعنا بها الصحف المصريه الصادره صباح اليوم. بعد الفاصل هنبدا معاكم اولى فقراتنا وجوله متنوعه من الاخبار والتقارير حول العالم. برحب بكم مرة تانية، وبنبدأ معاكم مع مشروع من المشروعات القومية في الحقيقة واللي كان حلم وأصبح حقيقة على أرض الواقع، وهو المشروع القومي للتبرع بالبلازما والذي تم إطلاقه يعني من قبل وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وده طبعا ضمن مبادرة رئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وهذا المشروع ستكون له الكثير من الفوائد في المرحلة المقبلة، وخلينا نشوف مع حضراتكم تفاصيل في هذا التقرير. في يوم تاريخي أحدث نقلة نوعية لمصر والمنطقة على المستوى الصحي، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تشارك كأول متبرع دائم بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما بهدف إنقاذ الملايين من المرضى في ظل فوائد عديدة للمتبرعين. بلازما فيها علاج لكثير من الأمراض، لأطفال كتير عندهم هيموفيليا وأمراض دم، لإخواتنا وأبائنا وأمهاتنا اللي عندهم أمراض كلى أو كبد، للناس اللي بيجيلها لا قدر الله حروق نتيجة أي حوادث، كل دي إنقاذ للحياة المواطنين. مشروع عملاق. وفي سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما دشنت وزارة الصحة 6 مراكز في 5 محافظات على مستوى الجمهورية لاستقبال المتبرعين، وهي القاهرة، الجيزة، طنطا، الاسكندرية، المنيا، وجاري الانتهاء من 20 مركز خلال العام الجاري في باقي المحافظات. المتبرع بيستفيد حاجات كتيرة قوي. لو بدأنا بالخطوة الأولى إنه هو من مجرد ما بيجي ده بيعتبر أكنه متابعة دورية لحالته الصحية، لأن إحنا هنا بنقدر إن إحنا نطمن على حالته الصحية، بنقدر نسحب له ونطمن على تحاليل كل الفيروسات اللي ممكن تكون عنده وهو مش مدرك، بنطمن على وجود ضغط سكر وبنهتم بحالته الصحية، فهو بيستفيد. التبرع بالبلازما من جانب المتبرعين يعد أسمى تعبير عن المشاركة المجتمعية والإنسانية لتوفير الأدوية التي تساهم في إنقاذ حياة الكثير من الأطفال والمرضى من كبار السن. التبرع بالبلازما دي مشروع قومي لازم كلنا نشارك فيه، ومحدش عارف النهاردة أنت بتتبرع بكرة هتبقى محتاج البلازما، فكلنا نبتدي. فسيادة الرئيس لما عمل المبادرة هيبقى ليهم علاج وهيبقى متوفر في مصر وهيبقى بأسعار طبعا أكيد هتفرق معهم كتير جدا. أنا مش هيكلفني حاجة إن أنا هاجي أتبرع غير الوقت. التبرع بالبلازما يساوي حياة. محمد عبد الصبور، النيل. نروح معكم لموضوع آخر، والاستعدادات تجري على قدم وساق داخل المملكة العربية السعودية لتنظيم
موسم الحج هذا العام في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها جميعا على وقع جائحة كورونا، وبالتالي هناك إجراءات وقائية واحترازية ومجموعة من الضوابط اللي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لتنظيم هذا الحج، وأيضا خلينا نتعرف على تفاصيل حول هذه الضوابط في سياق هذا التقرير. لن يسمح إطلاقا بالدخول، وليس الحج فقط، بالدخول إلى منطقة الحرم أو إلى المشاعر المقدسة إلا لشخص مصرح له، صادر له تصريح حج نظامي من وزارة الحج. لا حج إلا بتصريح، ولن يسمح للحجاج من داخل مكة المكرمة بالاتجاه مباشرة إلى الحرم، كما لن يسمح بالاتجاه إلى المشاعر سيرا على الأقدام، والتوجه سيكون عبر الحافلات، والعقوبات الفورية ستطبق على من يخالف تنظيمات الحج. تلك أبرز ضوابط الحج للموسم الحالي التي أعلنتها السلطات السعودية بهدف الوصول إلى حج آمن من جميع النواحي. الضوابط السعودية تتضمن عدم السماح بالدخول إلى مشعر عرفات إلا لمن يحمل تصريحا نظاميا، كما لن يسمح بالدخول للمنطقة المركزية للمسجد الحرام ما لم يكن الشخص يحمل تصريحا يمكن قراءته تقنيا عن طريق الجهاز الكفي المتوفر لدى رجال الأمن، ومن يحمل التصريح النظامي يجب عليه أن يكون مطبقا للإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية كافة. الضوابط تشمل رصد المتسللين وعدم السماح لأي شخص بالتوجه للمسجد الحرام بشكل فردي سواء يحمل تصريحا أو لا يحمل، وتشدد على جميع الحجاج التوجه للمواقع الأربعة التي تم الإعلان عنها، وهي الشميسي والتنعيم وطريق السيلة وطريق الهدى، حتى يسمح لهم بالدخول لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة. جميع ضيوف الرحمن سيتم استقبالهم في المواقع المحددة وإركابهم في الحافلات، حيث سيتم تنظيمهم وتوجيههم للمسجد الحرام إضافة للحجاج القادمين في القطار، وبعد الانتهاء من الطواف سيتم تنظيم خروجهم من باب علي بالمسجد الحرام ونقلهم إلى ساحة الجمرات لتنظيمهم. نقاط الدخول إلى مكة المكرمة خفضت ليسهل منع التسلل وضبط المخالفين والسيطرة عليهم، وسيتم توزيع الطائفين على صحن المطاف والأدوار الأخرى بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث سيتم استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة عبر محطات أجياد وباب الملك عبد العزيز والشبيكة، وتفويجهم عبر مسارات خاصة لكل محطة لأداء طواف القدوم وفق الإجراءات الاحترازية. نعود مرة أخرى إلى قوة مصر الناعمة الثقافية وغيرها من الأمور في الحياة والفنية، وعلى مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يعني قدمت فرقة فرسان الشرق لتراث عرض إيزيس الشرق الذي يتناول أسطورة إيزيس وأوزوريس، وهي محاولة أيضا لتسليط الضوء على بعض التراث المصري من خلال هذه الأعمال الفنية، وأيضا خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. على مدار 4 أيام وبباقة من أروع العروض الفنية تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض إيزيس الشرق على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية. احنا واخدين النهاردة أسطورة إيزيس مقدمينها بشكل معاصر في الموسيقى والديكور ومن خلال الحركات الرقص المعاصر أو الكونتمبري مع بعض الموسيقى التراديشنال وبعض الأزياء التراديشنال. أنا عاملة دور إيزيس، هي اللي فيها الطيبة وهي اللي فيها الإخصاب وهي اللي بتبتدي تخلي الناس كلها تتكاثر وتلم أشلاء جوزها علشان تنبعث تاني. أنا بعمل دور اسمه جاب إله الأرض، وإله الأرض وهو إله السماء هما اللي بيخلفوا الأسرة بتاعت إيزيس وأوزوريس ونفتيس، كل دول بيبقى معانا في العرض. قصة أسطورية يحكيها العرض لتزوج إله الأرض بآلهة السماء وميلاد إيزيس وأوزوريس. إيزيس وأوزوريس هي أسطورة فرعونية قديمة تحكي عن إله الشر ست اللي قدر إن هو يتخلص من أخوه أوزوريس إله الخير،
والمفروض ان في رحله لايزيس لتجميع اشلاء اوزوريس لكي يعود الى الحياه مره اخرى وتستطيع ان تنجب منه الابن حورس. ايزيس يعني بيتكلم على الفراعنه، بيتكلم على حاجات الفرعونيه، حاجه تاريخيه جميله ان هم يعملوا عرض بالطريقه ده. هي جدير بالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا. إيزيس الشرق عروض فنية متميزة ولوحات حركية مبتكرة ذات صبغة تاريخية وشعبية ودرامية مستوحاة من القصص المصري والعربي. من داخل مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، عبد الحميد صقر، النيل. طب خلينا نتعرف مع حضراتكم على أحوال الطقس والدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتور محمود. يعني إلى ماذا تشير الخريطة الجوية لهذا اليوم وتوقعات إن شاء الله في الأيام القادمة؟ النهاردة بإذن الله الأجواء تعتبر مستقرة برضو زي ما شفنا الأيام اللي فاتت، زيادة برضو في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، ارتفاع نسب رطوبة، نشاط للرياح في فترات الليل احيانا على المناطق المكشوفه والطرق المفتوحه، بتقلل من في المدن الجديده والمدن المكشوفه الى حد كبير، بتقلل من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبه. طبعا الاجواء دي هي اللي بتسود صيف جمهوريه مصر العربيه معظم ايام شهر 7 وشهر 8. بكره باذن الله الجمعه بتبدا ارتفاعات طفيفه في درجه الحراره. النهارده على سبيل المثال القاهره العاصمه بتسجل 36 درجة مئوية في الظل، متوقع خلال الأيام اللي جاية جمعة وسبت وحد الثلاث أيام درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 38 و39 درجة مئوية في الظل بارتفاع طفيف في درجة الحرارة. واعتبارا من يوم الاثنين بإذن الله هتعود الأجواء لانخفاض طفيف برضو وترجع الدرجتين تاني زي ما هي، زي ما بنشوف خلال هذه الأيام هنشوف برضو أيام العيد هتكون بنفس الأجواء، استقرار شديد، صبورة خفيفة الصبح بدري تبدأ تتحسن مع ده الرؤية بعد الساعة 6:30 صباحا أو 7 صباحا بالكثير، فالقيادة على الطرق هتكون بعد كده يكون أفضل. ما نحاولش بقدر الإمكان نتعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة بقدر الإمكان. طب أيضا يعني في ظل هذا الاستقرار يعني أحوال يعني الملاحة البحرية بشكل عام أعتقد اللي هي هتبقى تكون مقابل مستقرة في ظل بالفعل يا فندم الاستقرار بيعم كافة الأجواء. بالنسبة للبحر المتوسط والبحر الأحمر ارتفاعات الأمواج لا تتجاوز 2 متر، فتعتبر أجواء مستقرة بشكل كبير وتسمح لكافة الأنشطة البحرية. طب بالنسبة للبيان المتوقع بقى لدرجات الحرارة في مختلف المحافظات يا دكتور؟ بإذن الله النهاردة سواحلنا الشمالية بتتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 32 و33 درجة مئوية، زي طبعا أنا بقول درجات الحرارة دي تعتبر في الظل بعيدا عن ارتفاع نسب الرطوبة. نسب الرطوبة دايما بتزود درجات الحرارة دي بين درجتين إلى 4 درجات. الوجه البحري والقاهرة تعتبر درجة الحرارة في الظل النهاردة من 36 ل 37، محافظات شمال الصعيد من 38 ل 39، وجنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية. بشكرك دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. نستكمل معكم يعني تقاريرنا وأخبارنا المختلفة والميدالية الذهبية الأولمبية حلم بيلازم الملاكمين المصريين عبد الرحمن عرابي ويسري رزق ويدفعهما للتدريب بالطبع وتنمية مهاراتهم على أمل أن يحرزوا ويحصدوا الميداليات في أولمبياد طوكيو المقبلة. وخلينا كمان نتعرف على تفاصيل أكثر معاكم في هذا التقرير. الميدالية الأولمبية حلم كبير يلازم الملاكمين المصريين عبد الرحمن عرابي ويسري رزق، حلم يدفعهما للتدريب الجاد على أمل حصد الذهب في أولمبياد طوكيو المقبلة. يقيم عبد الرحمن عرابي البالغ من العمر 33 عاما ويسري رزق الذي لم يتعد 27 عاما في معسكرات في المركز الأولمبي بالقاهرة، ويتدربان مرتين يوميا بمساعدة فريق تدريب كامل وأعضاء من منتخب مصر الوطني للملاكمة. فترة أزمة كورونا كانت صعبة جدا عليا ان انا كنت لسه ما اتأهلتش، فما كنت بتمرن في البيت، وانا اصلا من اسكندريه فكنت التمرين بتاعي ما وقفش، يعني كنت دايما بطلع الصبح اجري على البحر، وكان بيبقى عندي تمرين عشان انا عندي زي بعض الادوات كده بتاعت الجيم في البيت،
لحد ما بدأت فترة الحظر تخلص والأندية ترجع. بدأت أتمرن في النادي بتاعي لحد ما تأهلت ورجعت عسكرت هنا في المركز الأولمبي. وسبق وأن فاز الملاكمان المصريان بميداليتين ذهبيتين في بطولة دولية أقيمت في ليتوانيا في شهر مايو الماضي، ويشعران بالثقة في أنهما سيجنيان ثمار التدريبات الشاقة والعمل الجاد. بتمرنوا تمرينتين صباحا ومساء. الحاجات الاحترازية طبعا اللي احنا زي كل الناس ملتزمين بالنواحي الاحترازية والمحافظة على اللعيبة. وتتألف بعثة مصر الأولمبية من حوالي 133 متسابقا، سيتوجهون جميعا بمن فيهم عرابي ورزق إلى اليابان خلال أيام، وفي حال فوز أي منهما فستكون أول ميدالية أولمبية تحصدها مصر في هذه الرياضة منذ أكثر من 15 عاما. يعني بالطبع نتمنى التوفيق للمنتخب المصري في هذه البطولة بالطبع. الاتحاد أيضا ما زلنا مستمرين أيضا في المتابعة والاستعدادات لهذه البطولة من دول العالم المختلفة، وعندنا هند ظاظا وهي لاعبة سورية بتبلغ من العمر 12 عام، بتأمل كمان اللي هي بتترك بصمة خلال منافسات كرة الطاولة بأولمبياد طوكيو المقبلة اللي بتقام في أغسطس 2021. تتدرب هند دون توقف على أمل أن ترفع علم بلادها وأن تسجل اسمها ضمن قائمة الرياضيين الذين لهم باع على الساحة الدولية. هند ولدت في 2009 بمدينة حماة، ويبدو أنها ستكون من أصغر لاعبي كرة الطاولة اللي بيتنافسوا في أولمبياد هذا العام. كمان على الرغم من أنها الأصغر في منافسات النساء في هذه اللعبة، تقول أنها ليست خائفة من التحدي التي هي بصدد خوضه. أيضا تمكنت من المشاركة في عدد محدود من المباريات الدولية، تغلبت على الصعاب بعد أن فازت بمباريات تأهل للأولمبياد في غرب أسيا في الأردن العام الماضي، لتصبح بذلك أول لاعبة سورية تتأهل للأولمبياد. كمان تمارس هند كرة الطاولة منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، حصلت على موقعها في الأولمبياد بفوزها في مباراة على اللبنانية ماريانا ساحقيان البالغة من العمر 42 عام. نروح لموضوع آخر من قطاع غزة، ومقهى هناك بيقدم نموذج فريد للإبداع في مجال إعادة التدوير والاستفادة من الأشياء القديمة في استخدامات جديدة بأحد أشد الأماكن اكتظاظا بالسكان على وجه الأرض. مع قهوة الصباح المميزة بيتيح المقهى جرعة صحية من المعلومات والدروس في حماية البيئة. بيمثل المقهى المطل على شاطئ البحر جزءا من تعاونية البحر لنا، هي عبارة عن مجمع بناه الكاتب المسرحي علي مهنا ومجموعة من الأصدقاء من أعمدة الخشب المعاد استخدامها وحاويات وقوارير بلاستيكية وإطارات وطوب زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في هذه الصور. مهنا قال إن الذي اتخذ من باب ثلاجة قديمة بابا لمكتبه ومن أبواب غسالات قديمة أيضا نوافذ بالمكان، أنه قرر أن يكون نموذج صالح في المجتمع بمحاولة أن يقوم بكل ما يمكن أن يجعله صديقا للبيئة. أضاف أيضا أن الأطفال اللي بيزوروا المكان اللي خصصته بلدية غزة أصبح لديهم فهم واضح بضرورة حماية البيئة. حنين السماك وهي أم الأربع أطفال يعني قالت بعد أن تعلمت كيف يمكنها إعادة استخدام الأشياء اللي تتخلص منها في السابق، أنها تمكنت من الزراعة في البرطمانات الفارغة والزجاجات التي تم استخدامها في الإضاءة، بالإضافة كمان لإحضار مواد لإعادة تدويرها بدلا من دفع أموال. يمكن لزبائن الراغبين في استئجار مكان أو مساحة مفتوحة لإقامة مناسبة التطوع بساعة من وقتهم للمساعدة في تنظيف الشاطئ من القمامة. فاز فيلم ريش للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي في فرنسا، وهنشوف تفاصيل أيضا في هذا التقرير. إنجاز كبير وجديد حققه السينما المصرية بفوز فيلم ريش للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي بفرنسا. الفيلم الذي عرض بالمهرجان ولاقى استحسانا من النقاد
كان ضمن 7 أفلام في هذه المسابقة التي تركز بالأساس على العمل الأول أو الثاني. الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وهو العمل الروائي الطويل الأول لمخرجه الذي ساهم في كتابته أيضا. ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال. وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة. وتستمر مفارقات الفيلم لتلقي بظلال من النقد الساخر على المشكلات التي تواجه المرأة. مهرجان القاهرة السينمائية الدولي أصدر بيانا هنأ فيه صناع الفيلم بحصولهم على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة 74 لمهرجان كان السينمائي، ولتحقيق إنجازا كبيرا للسينما المصرية، إذ يعد هو أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة. احتفلت فرنسا بالعيد الوطني بعد توقف لمدة عام بالطبع على وقع جائحة كورونا، وفي هذا الإطار احتفل مهرجان كان السينمائي الدولي على طريقته الخاصة بعيد الاستقلال أو يوم الباستيل، حيث قام بإطلاق الألعاب النارية في السماء. أضيئت السماء بالألوان المبهجة، تبحى الآلاف من المواطنين لمدة زادت عن 20 دقيقة. من المعروف أن يوم الباستيل هو اليوم الوطني لفرنسا الذي يحتفل به يوم 14 من يوليو كل عام لإحياء ذكرى الباستيل التي حدثت عام 1789. بالمصادفة أن تكون الاحتفالات بيوم الباستيل مع مهرجان كان، لأنه كان ينطلق في شهر مايو وتأخر هذا العام لشهر يوليو بسبب جائحة كورونا. خلال هذه الاحتفالات أيضا يعني حدثت بعض الأشياء الطريفة، يعني حيث عرض جندي فرنسي تحت التمرين على صديقته الزواج في شارع الشانزليزيه في باريس قبل وقت قصير من مرور سيارة جيب عسكرية تقل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال احتفالات يوم العيد الوطني. وسط المتفرجين المبتهجين جث الجندي كما نشاهد في هذه الصور مرتديا زيه الرسمي على ركبته، تحدث قليلا مع حبيبته ثم وضع خاتما في يدها اليسرى حسبما ظهر في هذا المقطع. يعني جاء طلب الزواج بينما كان جنود من القوات المسلحة يستعدون للعرض العسكري التقليدي اللي بيقام يوم 14 يوليو على امتداد الشانزليزيه الذي يربط بين قوس النصر وساحة الكونكورد. أيضا متحدثة باسم القوات البرية قالت إنه سمح لصديقة الجندي بعبور طوقي أمني بعدما علم الجنود بنية رفيقهم. يحيي الفرنسيون العيد الوطني فيه ذكرى اجتياح الباستيل، الحصن الذي يعود إلى العصور الوسطى وكان رمز للسلطة الملكية خلال الثورة الفرنسية. نروح معكم لموضوع آخر أيضا، ومن أخبارنا الخفيفة تم جمع مجموعة من التاريخ الموسيقي من أجل عرضها للبيع في مزاد جرينسي الذي يقام تحت عنوان قرن من الموسيقى خلال شهر يوليو الحالي. بعض من هذه المعروضات في المزاد بتتضمن الأبواب من الفندق الشهير شيلسي الواقع في نيويورك حيث عاش العديد من الموسيقيين في وقت ما، بالإضافة إلى مزمار بيني جودمان وجيتار استخدمه الراحل إيدي فان هالين. ويعرض المزاد أو يعرض للبيع أيضا عدة أشياء من حفل وودستوك في عام 1969، من بينها الألواح المرسومة باليد والكاميرا المستخدمة لالتقاط صور خلال المهرجان من جانب باري ليفن مع صور حقيقية. أيضا سوف يعقد المزاد عبر شبكة الإنترنت، كما ستستقبل الإعطاءات أيضا عن طريق البريد الإلكتروني والبريد العادي والهاتف. دي كانت مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة. بعد الفاصل بنتابع معاكم جولتنا الرياضية، ومن بعده هنبدأ معاكم أيضا أولى فقراتنا أو فقرة جديدة وهي قراءة لصاحبة الجلالة وأهم الموضوعات اللي بتطلعنا بها الصحافة المصرية.